السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل الجمال ده كله النهاردة بطريقة بسيطة جدا. يلا مع بعض نسمي بالله وندخل نشوف هنعمل ايه. هنجيب طاسة سخنة ننزل فيها بلحمة مفرومة، نبتدي نفككها كده لحد ما لونها يتغير معانا. هنبتدي بقى ننزل عليها ببصلة مفرومة مع قطعة كده من الفلفل الحامي علشان تديلها نكهة سبايسي كده وحلوة. نبتدي نقلبهم مع بعض شوية كده لحد ما المية بتاعة البصلة تنشف، ننزل بالملح والفلفل هي الباودر، كمان رشة فريش كده من جوز الطيب بتديلها ريحة وهمية. نقلبها تقلبتين وبعد كده هننزل عليها بمجموعة من الفلفل الألوان أحمر وأخضر كده زي ما احنا شايفين، وكمان مكعبات من الطماطم. بتطريها وبتخلي الحشوة بتاعت الجلاش معانا جوسي جدا. هنبتدي بقى نعمل صوص التشريبة. عندي ربع كوباية من الحليب، عليها 3 معالق من الزبدة على الزيت، بعد كده ننزل عليهم بكوباية كده صغيرة من الزبادي، و كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنا بدوره بيخلي الفطاير بتاعنا مورقة جدا وهشة. هنبتدي بقى نجيب لفة من الجلاش زي ما احنا شايفين كده. هنجيب الخلطة بتاعتنا بعد ما بردت الحشوة، ننزل عليها بمعلقة من الجبنة الموتزاريلا، ونبتدي بقى ناخد من صوص التشريبة كده، نبتدي ندهن ورقات الجلاش. هناخد كل 3 ورقات مع بعض، نحط الحشوة بتاعتنا ونبتدي نقفل بقى عليهم، نقفل الجنبين كده زي ما احنا شايفين، ونبتدي نلفها زي ما احنا شايفين كده رول طويل علشان تبقى الحشوة جوه مضمونة ان هي ما تقعش. هنبتدي بقى نقفل كمان واحدة بالشكل ده كل 3 ورقات مع بعض علشان تبقى متحملة وتستحمل الحشوة ما تقطعش وتطلع منها. نبتدي بقى نضيف الحشوة بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين. بنفس الطريقة هنقفل الجناب ونبتدي نعملها رول بقى كده حلو علشان خاطر هيطلع معانا طعمه وهمي جدا ما شاء الله. هنخلص كمية اللحمة اللي عندنا وبعد كده هنعمل كمان واحد بالجبنة مع حبة البركة زي ما احنا شايفين كده. هناخد 3 ورقات وبعد كده الزيادة هشيله لان لفة الجلاش عندي كبيرة. هنبتدي بقى ناخد 3 ورقات نضيف جبنة مع حبة البركة وكمان فلفل الوان كده بيبقى طعمها شهي جدا، وهنقفلها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. واحنا بنقفلها كده بندهن من صوص التشريبة. خلاص خلصنا الكمية بتاعتنا وحطيناها في صينية مدهونة، نزلنا بقى عليها كده بالدهنة للوش من صوص التشريبة. وهنعمل بقى نرش رشة كده من الخضار اللي عندنا والطماطم وترنشات زيتون مخلي كده علشان نعملها وش بيتزا، تبقى طعمها خطير ولونها كمان شهي ويفتح النفس. شايفين معايا؟ اللهم بارك، لونها تحفة جدا. هرش رشة كده من حبة البركة عشان نعلي التست والقيمة الغذائية كمان، وكمان رشة من الجبنة الموتزاريلا كده على كل رول عندنا علشان يبقى طعمه خطير. ودخلناها بقى فرن متسخن مسبقا وطلعت معانا كده اللهم بارك، شكلها تحفة وريحتها قلب الدنيا. شايفين؟ هنخرجها بقى من الصينية كده وبعد كده هنقدمها في طبق التقديم. نشوف مع بعض، ما شاء الله اللهم بارك. ممكن تقدميها رولات زي ما هي كده، كل واحد كل شخص ليه رول زي السندوتش كده شايفين معايا، وممكن تقطعيها زي ما انا هعمل بالظبط. انا قطعتها كده لمكعبات صغيرة كده مربعات علشان تبقى شكلها لطيف في الاكل وتبقى كمان كيوت كده وصغيرة ما شاء الله. ريحتها خطيرة جدا. نشوف مع بعض، دي اللي بالجبنة، نشوف واحدة كمان بقى باللحوش اللحمة. شايفين معايا الحشوة تحفة جدا اللهم بارك، وريحتها خطيرة. جربوا الفطيرة دي وبلاش تشتروها من برا، مش هتكلفك ربع تمنها برا، وكمان طعمها وريحتها ونظافتها مفيش كلام. النهاردة عملنا فطير الفطاطري، رولات فطير الفطاطري التحفة جدا، جربوها ولو عجبكم الفيديو لايك وشير.